من المؤكد طبعا ان احنا في الاونه الاخيره مصر بتتمتع ببنيه تحتيه متميزه من صالات وقاعات وكل الامور المتعلقه اللوجستيه والفنيه المتعلقه باقامه بطولات عالميه. اثبتنا من خلال هيئات كثيره جدا ان مصر قادره على تنظيم هذه الاحداث او هذه البطولات. والنادي الاهلي مؤسسة تربوية متميزة يملك من قدرات أبنائه ويملك من الإمكانات ما يتيح له أن تكون هذه البطولة القادمة بإذن الله والبطولات القادمة بإذن الله في أعلى مستويات التنظيم. فإحنا كلنا ثقة في هذا التنظيم. إحنا بنتوجه بالشكر لكابتن محمود الخطيب والسادة أعضاء مجلس الإدارة لتيسير كل الأمور المتعلقة بهذا الحدث. وفي الحقيقة احنا استضافتنا لهذه البطولات في مجال كرة اليد بتمثل إضافة كبيرة جدا، باعتبار ان انا اعتقد ان كرة اليد بتمثل لعبة شعبية تانية بعد كرة القدم. فدي يعني بتوسع من قاعدة المشاهدين، بتزيد من المهتمين باللعبة، بتحسن من مستوى الأداء، خاصة ان احنا الفرق المشاركة هتبقى قوية. بنسمح من خلال البطولة بلاعبين أجانب في المشاركة، ده بيخلي الاحتكاك لفرق المنتخبات بتاعتنا او على مستوى، باعتبار ان الانديه اللي موجوده هي قوام المنتخب المصري فعلا، من الاهلي ومن الزمالك ومن الانديه الاخرى. طبعا احنا كل دي توجهات احنا بنستفيد بيها كاتحاد كره يد في الارتفاع بالمستوى الفني. واحنا طبعا من خلال هذا التنظيم اللي بيكلف النادي الاهلي مشقة اداء وعناء وتنظيم، احنا مع النادي الاهلي في يعني في 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 نفس الاتجاه، بنتعاون الى اقصى ما يمكن بيننا كممثلين لمصر. وباذن الله بنتوقع ان البطوله تكون من انجح البطولات اللي هتتعمل او اتعملت باذن الله. في الحقيقه هي يعني مصر بالنسبه للقاره الافريقيه هي ايقونه القاره لا شك. احنا في مجال كره اليد نتسيد القاره الافريقيه، لنا مكانتنا على المستوى القاري والمستوى العالمي بما حققناه من البطولات الإفريقية في جميع المراحل السنية. من المؤكد ان احنا مصر لها البادرة في انها تحتفل مع الاتحاد الإفريقي باليوبيل. مصر دايما عطاءة، أدائنا وبيخلينا دايما في مقدمة الدول اللي بيبقوا الاتحاد الإفريقي بيبقى سعيد جدا واحنا سعداء معاه ان احنا ننظم البطولة داخل مصر. كابتن محمود الخطيب أولا على كافة المستويات هو قيمة فنية، قيمة إنسانية، قيمة إدارية، قيمة لا خلاف ما يتمتع به من خلق وما يتمتع به من قيادة إدارية وما يتمتع به من حب وإخلاص للنادي الأهلي والمصر. فيعني أعتقد مش أنا اللي بقولها، هو قدوة لكل شبابنا. فطبعا إحنا بنعتز بالقامات والقيادات اللي بتكون زي كابتن محمود الخطيب اللي لا يختلف عليه اتنين مطلقا بانه عطاؤه بلا حدود وحبه لمصر بلا حدود. واحنا سعداء جدا جدا كاتحاد مشارك مع النادي الاهلي في ان احنا ننظم هذه البطوله، وانا على يقين ان هو عامل مساعد واساسي في الارتقاء مش بالكره اليد، لا هي الاهلي كمؤسسه تربويه زي ما قلت قبل كده، هي مع كل الالعاب وكل الانشطه احنا بنتابع وبنشوف قد ايه التقدم الملموس في كل الرياضات. فطبعا بنتمنى التوفيق للكابتن محمود الخطيب ومجلس الاداره الموقر، وبنتمنى التوفيق للنادي الاهلي وجميع انديه مصر في تقديمها كل شيء جميل لبلدنا الحلوه مصر. الله يخليك.